لواء جولاني وحش إسرائيل خرج من غزة، والجيش ينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في القطاع. وخلال الأسابيع المقبلة سينتهي الاجتياح مع الاكتفاء بالقصف الجوي، لجانب تخفيض عديد قوات إسرائيل وتسريح قوات الاحتياط وإقامة منطقة عازلة على الحدود بين إسرائيل وغزة. كل ما سمعته للتو هو إعلان من هيئة البث الإسرائيلية زعمت فيه أن جيش الدولة العبرية سيطر على معظم شمال غزة، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في المضي قدما بالجنوب. ورغم أن كل ما يحدث في إسرائيل اليوم يشي بأن حرب جيش الدولة العبرية على غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة من دون أن تحقق كثيرا من أهدافها، وخاصة اجتثاث الفصائل الفلسطينية منها، إلا أن كثير الوثائق السرية التي بدأت تتهاطل من كل حدب وصوب لتكشف شكل غزة ومصيرها في عام 2024، وبأي حال ستنتهي بها هذه الحرب، ولتكن البداية من وثيقة سرية إسرائيلية تم تسريبها من أروقة وزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعمل على بلورتها فريق خاص بإشراف شخصي ومباشر من وزير خارجية تل أبيب إيلي كوهن، الذي يفصل خطة تضمن عدم وجود السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في غزة، ولكنها ستكون قدر الإمكان غير بعيدة عما يطلبه الأمريكيون. فعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل للتقدم لإعداد خطة لليوم الذي يلي حرب غزة تضمن وجود السلطة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تنسج خططها بما يتماشى ورغبتها في منع وجود للسلطة، وليس مع رغبة واشنطن تقوية السلطة الفلسطينية وضمان حكمها لغزة. وإذا كانت هذه الخطة المسربة تقوم في خطوطها العريضة على إقامة إدارة ذاتية لقطاع غزة بعيدا من السلطة الفلسطينية وشريط لبناني آمن بعرض 10 كيلومترات، فإن في تفاصيلها الكثير والكثير مما يعجز حتى الشيطان على تفسير تفاصيلها. فهي تهدف إلى ضمان وجود الجيش الإسرائيلي في غزة، وفي الوقت نفسه تريد إعطاء الفلسطينيين قدرة نسبية على إدارة حكمهم بأنفسهم، لكن من دون سلطة فلسطينية ولا أي جهة مقربة من حركة حماس. ولأن الخطة جاءت مفصلة فقد انقسمت إلى فصلين، الأول حول المستوى الأمني ويتضمن ضمان حرية كاملة لعمل الجيش الإسرائيلي في أرض غزة، ومنع التضخم العسكري وتنفيذ نزع السلاح بشكل كامل، وإنشاء مناطق عازلة ضخمة بين إسرائيل وغزة على أن تكون مدججة بالأسلحة وأكثر تكنولوجيات المراقبة تقدما، ووضع آلية لمنع التهريب والرقابة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، مع وضمان وجود عنصر دولي على أرض غزة له صلاحيات تنفيذية في سياق تفاصيل الخطة الإسرائيلية، كما تتضمن بنود الشق الأمني ضمان مساحة بحرية آمنة لإسرائيل. كما تفصل الوثيقة عمليات معمقة وطويلة الأمد تتطلب من بين أمور أخرى تغييرا أساسيا في برامج ودور منظمة أونروا الأممية في قطاع غزة. أما الفصل الثاني من الوثيقة المسربة فيركز على المستوى المدني والحكومي عبر وضع آليات دولية تتحكم بها إسرائيل لتقديم الخدمات الإنسانية وإدارة الحياة اليومية لسكان قطاع غزة بطريقة متكاملة بين الدول الرئيسة والهيئات الدولية العامة في القطاع، مع إعطاء دور للكيانات المحلية لكن غير المرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية. أما فيما يتعلق بالشريط اللبناني الآمن بعرض 10 كيلومترات، فإن الوثيقة المسربة لم تتضمن تفاصيله، بل تمت الإشارة إليه في وقت تواصل إسرائيل تهديدها بتوجيه ضربة قاسمة للبنان في أعقاب تصعيد وتبادل للقصف بين ميليشيات حزب الله والجيش الإسرائيلي. وربما يمكن فهم ما ورد في الوثيقة المسربة حال النظر إلى أنباء تواترت حول طلب الإسرائيليين من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضمان التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع حزب الله في غضون أسابيع قليلة، على أن تشمل إبعاد عناصره 10 كيلومترات عن الحدود في الأقل، فيما كان رد أوستن بطلب منحه وقتا أطول للجهود الدبلوماسية التي بحسب قناعته سيتم التوصل من خلالها إلى اتفاق يضمن أمن الحدود الإسرائيلية مع لبنان وإعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية المبعدين عن بيوتهم جراء القصف المتبادل. إلا أن هذا
لا يعني أن إسرائيل أزالت من حساباتها حرب لبنان، وهذا ما يتضح في تصريحات ثلاثي الكباينت الحربي بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت وبيني غانتس بأن إسرائيل لن تتحمل الانتظار أكثر من أسابيع قليلة حيال الوضع القائم في منطقة الشمال واستمرار انتشار حزب الله على طول الحدود مع تل أبيب، حتى أن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري لم يخفي أن إسرائيل تقترب أكثر فأكثر من أي وقت مضى من حرب تجاه لبنان بعد أن أطلق حزب الله أكثر من 1000 نوع من الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل. وبالعودة إلى داخل غزة ومصيرها بعد الحرب، أي في مطلع عام 2024، فيبدو أن وثيقة سرية أخرى تم تسريبها من قبل الصحافة الفرنسية يمكن أن ترسم لنا بعض هذه الملامح للقطاع المنكوب. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الوثيقة سعودية وتم تقديمها لفرنسا، وتم تطويرها بعد اجتماع رفيع بين مسؤولين سعوديين وفرنسيين. وبحسب تفاصيل الوثيقة، فإن الخيار وقع على الجزائر لتكون كمنفى محتمل لقادة حركة حماس بسبب علاقة الجزائر الجيدة مع كل من قطر وإيران الداعمتين الرئيستين لحماس، وبسبب قدرتها الأمنية التي تسمح لها بالسيطرة على أنشطة قادة الحركة. ولم تتوقف الصحيفة الفرنسية هنا، بل تحدثت عن نقاط أخرى حول مستقبل غزة بعد الحرب، بينها نشر قوات حفظ سلام عربية في القطاع بموجب تفويض من الأمم المتحدة، وإنشاء مجلس انتقالي مشترك يضم الأطراف الرئيسية في غزة، ويكون هذا المجلس مسؤولا عن إدارة القطاع لمدة 4 سنوات قبل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. حتى أن لوموند نقلت عن عبارة مكتوبة في الوثيقة واقتبستها بنصها: يبدو أن البحث عن توافق سعودي فرنسي يمكن أن يساهم في بلورة رؤية مشتركة مقبولة لدى جميع الأطراف، ويكون لها تأثير في قرار إنهاء الحرب. وفي وقت تتهاطل الوثائق والخطط لمستقبل قطاع غزة، يبدو أن الأمور على المحور المصري لن تكفيها كثير الوثائق لتحل المعضلة، مع أنباء عن مخطط الحكومة الإسرائيلية لغزو بري لمدينة رفح ومنطقة فيلادلفيا. ورغم أن الجيش المصري امتنع عن الانجرار لأي عملية عسكرية برية موسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومحيطها على الحدود المصرية خلال القتال بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية في غزة حتى الآن، إلا أن القضية التالية التي من المتوقع أن تنفجر حربا هي النشاط العسكري الإسرائيلي والمصري في تلك المنطقة. ففي حال صدقت الأنباء عن شن جيش إسرائيل عملية عسكرية واسعة في رفح كما حدث في أجزاء أخرى من قطاع غزة، ما يعني عدم الاكتفاء بالضربات الجوية على طول محور صلاح الدين فيلادلفيا، بل الذهاب في مغامرة عسكرية برية ستنتج بلا شك تهجيرا كبيرا من الفلسطينيين هناك صوب مصر التي ترفض بشدة هذا الأمر. كما أن المعضلة الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي ستكمن بأن نصف الأنفاق هناك ستكون موجودة في قطاع غزة ونصفها تحت السيادة المصرية، لكن هذا لن يوقف إسرائيل عن محاولة السيطرة على محور فيلادلفيا المعروف بأهمية استراتيجية هائلة لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. وبالتالي فإن مصر قد تجد نفسها مجبرة على حرب مع إسرائيل ستكون أكبر بكثير من حرب غزة التي يحاولون اليوم تحقيق أهدافها ورسم شكل قطاع غزة بعد الحرب ببضع وثائق مسربة.